قصة ليس للكذب ألوان من قناة ساوند كيو عندما يعشق الصوت. أرجو لكم رحلة سمعية ممتعة. المصدر تجدونه في صندوق الوصف. ليس للكذب ألوان، هذه قصتنا لليوم. دخل الأب للمنزل ممسكا في يده سلة مملوءة بالتفاح، فأسرع أدهم الصغير لوالده هاتفا: تفاح تفاح. شكرا يا أبي. ارتسمت ابتسامة واسعة على شفاه الأب وهو يقول: أعلم أنك تحب التفاح كثيرا. وهنا قالت الأم: ولكني الآن سأحفظ التفاح حتى نتناول غداءنا، وبعدها يأخذ كل منا نصيبه من التفاح. لا تنس بقية إخوتك، فهم يحبون التفاح مثلك. وضعت الأم التفاح بالمطبخ. بينما أخذت تجهز طعام الغداء بانتظار بقية أولادها ليعودون من المدرسة، وبينما الأم منهمكة في إعداد الطعام، تسلل أدهم الصغير بهدوء وفتح كيس التفاح وأخذ تفاحتين، ثم أسرع لحجرته وأغلقها خلفه وأخذ يأكل التفاحتين بمفرده. انتهت الأم من تجهيز الطعام، وفي الوقت نفسه وصل صغارها من المدرسة وجلسوا جميعا يتناولون طعام الغداء. وهنا قال أدهم لإخوته: ألا تعلمون أن أبي أحضر لنا تفاحا؟ فرح إخوته كثيرا ونظروا لأبيهم قائلين: حقا يا أبي، هل اشتريت تفاحا لنا اليوم؟ وبالفعل عقب الغداء نهضت الأم لتحضر التفاح، وما أن وقعت عيناها على سلة التفاح حتى لاحظت أنه ليس بالشكل الذي وضعته به، فقد كانت هناك تفاحتان كبيرتان في أعلى السلة. أين ذهبتا؟ حملت الأم السلة وعادت لحجرة المعيشة تسأل زوجها: هل أخذت تفاحا من السلة؟ أجابها زوجها: كلا بالطبع، لقد اتفقنا أن نأكل التفاح بعد الغداء. أين ذهب إذن؟ قامت الأم ونظرت لصغيرها أدهم نظرة خاصة وهي تقول: هل أخذت تفاحتين من السلة يا أدهم؟ تلعثم أدهم وقال: نظرت أمه بنظرة صارمة وهي تقول: لا تكذب يا أدهم، كن صادقا كي لا يعاقبك الله. نظر أدهم وانفجر باكيا وهو يقول: أنتم تعلمون حبي للتفاح، لقد كذبت كذبة بيضاء صغيرة، وأعترف الآن بهذه الكذبة البيضاء، أنا من أخذ التفاح. نظرت الأم إلى أدهم وقالت له: الكذب هو الكذب، لا يوجد كذب أبيض وكذب أسود، هل فهمت؟ أجابها أدهم في ندم: فهمت يا أمي، وأعدك ألا أخذ شيئا دون علمك مرة أخرى، وألا أكذب أبدا. وهنا سامحته أمه ومنحته تفاحة حمراء كبيرة. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم بهذه الرحلة السمعية من قناة ساوند كيو هدى كربوج. أرجو أن تتركوا أثرا جميلا مثلكم.